بنقدر نتحكم بطريقة التقديم بالطريقة المنحبة. وضل عندك الكلاج قبل ما ينتهي يب. وقتنا منحب نورجي المشاهدين. طبعا هون نحن عم نقدمه مع قطر اللي هو القطر العادي، استعملنا كوب مي مع كوب سكر ومنحط له استعملنا جرانادين ليعطيه هذا اللون الحلو. أوكي. وبنفس الوقت استعملنا برش البرتقال لحتى يكون صح. بدنا ناخد نقدر نشيله هون مثل ما قلنا الشيف عطول. إذا ما لقينا ملقط بنتصرف. نعم عادي. بس هلا نقدر هون يا فاذا هذا الكلاج صار عندنا جاهز بهذه الطريقه. خلينا نقدمه و... اوكي شو بشتي اعمل هيك لقمه. مثل ما شايفين شاف الكلاج منه ديب فرايد، بدنا هاللون الاشقر الحلو اللي صح؟ اللي بيورجي فعلا للشخص انه هي الاكله ما انا مقليه، هي مشويه او مقلايه على شويه زبده وسكر. اوكي نحن مع هالوصفات الحلوة عن جد أخذتنا على جذورنا العربية اللي نحن فعلا الحلو العربي اللي عنا كتير طيب وخصوصي برمضان. شيف جام مع الكلاج اللي عملناه مع المفروكة أو ليالي لبنان، مفروكة بالقشطة بالكريمة اللي عملناها، ومع تاج الملك، وصفات كتير طيبة وعن جد كتير مميزة. بدنا نتشكرك كتير على أفكارك وعلى وقتك. أكيد أنا اللي بدي أتشكرك شيف هلا وبدي أرجع